وللمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة عبر سكايب من طنجة دكتور محمد العبراني بوخبزة المحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ بوخبزة. مرحبا بكم. كان هناك تساهل وحتى تحيز في هذا الملف في السابق لصالح الجزائر، اليوم هناك إذن عاجلة بأغلبية نواب البرلمان الأوروبي. برأيكم ما هي أسباب هذه الإدانة لملفي حقوق الإنسان وحرية الصحافة كذلك؟ لا، هو في الواقع أن الأمور ربما بالنسبة للجزائر الأمور أصبحت نوعا ما جد معقدة بالنسبة للنظام في الجزائر، على اعتبار أن ما نتحدث عنه الآن ليست ملفات معزولة أو بل هي مرتبطة بسياسة نظام. فالآن نحن أمام إدانة لسلوك نظام يتفنن قد نقول في خرق حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير وحرية الرأي. فلذلك فالأمور هنا أخذت أبعاد، ربما أن منذ ربما 2019 بدأنا نشهد هذا السلوك الممنهج من قبل النظام الجزائري في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولحرية التعبير والرأي. كذلك أن ربما أن الأمر الآخر، أن لا نتحدث الآن فقط عن المتابعات التي تتم في إطار المحاولة للحد من عمل السلطة الرابعة ومن عمل النشيطين في مجال حقوق الإنسان، بل الآن نحن نتحدث عن عدم احترام حقوق الإنسان على مستوى القانون. فالمنظومة القانونية للجزائر وخاصة تلك التعديلات التي وردت على النظام القانوني في الجزائر، أنه فيه نقاش كبير وكبير جدا، بحيث أنه لا يتلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا ينسجم مع التعهدات التي قطعتها الجزائر في إطار انتمائها لمجموعة من اتفاقيات المعاهدات الدولية. فنحن أمام معضلة أخرى، ليست مسألة مرتبطة بسلوكيات وممارسات تتم على الواقع، بل نحن أمام وضع آخر أكثر حدة، وهو أن يكون النظام القانوني القائم هو نظام الذي من المفروض أن يحمي دولة الحق والقانون، هو الذي يعاني من مساهمته في المساس بحقوق الإنسان. بالمناسبة يعني كنتم تتحدثون عن المنظومة القانونية والتعديلات التي اعتبرتم أن فيها نقاش، يعني الناشطون الجزائريون اعتبروا مواقع إدانة موضوعية لتفاقم الوضع الحقوقي، عكس ما يرى الرئيس الجزائري. يعني قبل أيام كان يمجد الملف الحقوقي لبلاده. لا، هي ربما أن الآن الكل يعلم للأسف الشديد أن النخبة في الجزائر وخطابها ربما أصبح يثير الكثير من السخرية ومن الاستهجان، وكذلك التهكم على مستوى ما يرد على لسان المسؤولين في الجزائر بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم. لذلك فالحقيقة القائمة على أرض الواقع هي التي يمكن أن نتعامل معها. الخطاب والكلام الذي لم يعد له أي معنى بالنسبة للنخبة الجزائرية كما قلت بمختلف مستوياتها لا يمكن الأخذ بها، بل يجب الآن أن نتعامل مع المعطيات. هناك أحكام صدرت وهناك مساطر يتم متابعتها، هناك قرارات تتم، هناك إدانات من مستويات متعددة، لأن الآن إن كنا نناقش بشكل من الأشكال ما يتعلق بالنسبة للبرلمان الأوروبي، فهناك محطات أخرى لا يمكن أن نجادل فيها، مثل ما وقع مثلا عندما ننظر إلى العرض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فيما يخص حقوق الإنسان في الجزائر، كيف كان هناك إدانة من مجموعة من الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا إلى غير ذلك من الدول التي أدانت وضعية حقوق الإنسان. كذلك أن الأمر بالنسبة للجزائر هو أكثر تعقيدا، نعم، لأن الجزائر الآن
بالإضافة إلى كون أن البرلمان الأوروبي والدول ومنظمة الأمم المتحدة وكذلك مجموعة من الدول النافذة، هناك تنظيمات حقوقية لها قيمتها ولها مصداقيتها في التقارير التي تقوم بها. كذلك أن الجزائر لها شوكة ربما أنها لا يمكن أن تتخلص منها، وهي المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في المخيمات، نعم. مخيمات اللاجئين في تندوفا. حتى هذا الملف ربما أنه كيف يتم الحديث عنه، وربما أقصى ما يمكن أن يصل ملف حقوق الإنسان فيه وأن يتم قتل المواطنين من قبل الجيش بشكل ممنهج، وكانت هناك أحداث متعددة ومتواترة كيف تم قتل مجموعة من الشباب الذين حاولوا الخروج من المخيمات من قبل الجيش الجزائري دون أي رادع ودون أي حساب أو مساءلة. فبالتالي أن ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي في الجزائر ربما أخذت أبعاد خطيرة وخطيرة جدا، لها عناوين كبيرة ومؤثرة. مثلا عندما تعلق الأمر بالناشطة الجزائرية التي اضطرت إلى أن تغادر الجزائر عبر تونس واللجوء بعد ذلك إلى فرنسا، فكيف كان لهذا الملف من لا أقول ضجة ولكن من متابعة دولية لهذا الموضوع وتأثيره على صورة حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي في الجزائر. أشكرك دكتور محمد عمراني بخبز المحلل السياسي، كنت ضيفنا في هذه النشرة.